كسر قلبي القريب. عشرة العمر تمادى في خطا مو غريب، يضمد جراحك غريب. الوفي غير الوفا، شنه جزاء؟ المهم انك تكون انت الوفي في زمن خلى قيمنا تختفي. المهم انك تكون انت بس. وين اللي يقدر العطاء؟ لا تصدق لا تصدق لا تصدق لا تصدق، من رفع صوته وقال السعادة ما تجي من غير مال. لا تصدق، من رفع صوته وقال السعادة ما تجي من غير مال. المهم تمشي على درب العدال، كل من لاحق في الدنيا خذا. مرحبا. يا هلا. تفضلي. شكرا. تحبين تشربين شاي ولا عصير؟ اللي بتحبي ما مشكلة. وش هالحلوة اللي جاي تزورنا؟ جاية تعزي بوفاة ابوكم. المزيونة هذه؟ ايه. عقب الشهور هذه كلها؟ بناتي وعد ويام. ما شاء الله، الله يخلي لك ياهم. الحقيقة أخي معي وكان حابب يقدم واجب العزاء. شكرا يا أخت جمالة، كلفتوا على نفسكم وجيتكم من سوريا للرياض، بس يا ريت اتصلتي قبل لا تجون عشان أخلي الوالد يستقبل أخوك. الأستاذ راضي بيستحق كل خير، والحقيقة كان كتير عزيز علينا، بس أنا جيتي لهون العلاقة بموضوع مهم كتير لازم أحكي فيه. خير؟ أكيد خير. الحقيقة الموضوع بيتعلق بالمصنع تبع سوريا، بس ما بعرف إذا السيد راضي الله يرحمه يعني كان عاطيكم فكرة أنه أنا وأخي فارس كنا شركاء معه بالمصنع، وأنا قلت أنه بجيب لكم معي وراء المصنع مشان تتأكدوا من هذا الشيء. ما احنا مكذبينك يا أخي الجمانة، بس لازم نطلع على الأوراق الرسمية اللي عندك اللي تثبت شراكتك أنت وأخوكي عند راضي، وأكيد بنلاقيها بملفات الشركة. أنا بس حبيت أني أخبركم بالموضوع، يعني
شو السبب اللي يخلي راضي يدخلش انت معاه شريكه في المصنع؟ مو تشوفينها غريبه شوي؟ مع انه مو من عاده راضي يدخل معاه حريم في المصنع. الحقيقه هو كان مشارك اخي فارس، بس اخي فارس كتب نصيبه باسمي. قلنا لك حقك بيوصلك ما دام الاوراق اللي عندك سليمه. يا ست أصايل، أنا إلي حق تاني عند السيد راضي، وهو حق الشرع اللي ما بقدر اتنازل عنه بالورثة طبعاً. تمن. حقك الشرعي؟ الثمن؟ شو تقولين انتي؟ أنا زوجة راضي يا أم راضي، زوجني بسوريا من 3 سنين. مجنونة؟ أكيد أنت مجنونة. زوجة راضي؟ متى؟ قلت لك من 3 سنين. أنت كذابة، كذابة، وما أنا مصدقة أي حرف من اللي قلتيه. متزوجة أبوي؟ سمعي، ما ادري وش اسمك، موضوع المصنع وبالعنان، ويمكن تكون كذبه وحبكتيها زين ان اخوك سجل لك نصيبه بالمصنع لك. ما ادري وش صار في هالدنيا ان راضي يكون له شركاء. حضرتك رديتي على نفسك، وهذا بيثبت كلامي انه انا زوجة راضي. لا تقولينها مره ثانيه، والله انك قويه بحجه جايه تعزيني تقولي لي بالتالي انك زوجة زوجي. بس راضي فعلا زوجي. لا تقولينها، لا تقولين كذبة وتصدقينها. أنا ما عم بكذب يا ست أصايل، أنا تزوجني راضي من 3 سنين ودخلني شريكي معه بالمصنع، وهذا كان مهري. يعني أنت الحين جاية تعلمينا بزواجك من أبوي؟ عمي راضي أكبر من الكلام اللي قاعدة تقولينه، طول حياتي عايش مرتاح مع زوجته وبناته. انت من وين طلعتي لنا؟ قلبت الدنيا علينا وعفستينا فوق تحت. ابوي ما يتزوج غير امي. انت محتاله. اكيد محتاله، ويمكن تكون اوراق المصنع مزوره. احنا ما راجعنا وراكي، واللي زور شيء يزور غيره. انا ماني مزوره ولا محتاله ولا نصابه. راضي كان زوجي على سنه الله ورسوله، وكان بيحبني كمان. اسكتي اسكتي خلاص. ليش رحت اسكت عن حقي؟ انت ليش مانك قدراني تصدقي انه راضي تزوج عليكي؟ صحيح هو بحبك وبيحترمك، بس شو المشكله اذا تزوج عليكي وحده تانية؟ للحين انا ساكته وما رديت عليك، بس لا تغلطي. صدق ان الزواج لا هو عيب ولا هو حرام، لكن هالكلام اللي تقولينه لا تقولينه مره ثانيه، سمعتي؟ انا اسفه اذا حكيت كلمه هيك ولا هيك، بس يعني أنا ماني عارفانة ليش مستكترين إنه راضي يتزوج واحدة تانية غير الست أصايل. بعتقد إنه ما نو أول واحد ولا آخر واحد، وهذا شرع الله. من فضلك، منا محتاجين منك محاضرة في أصول الزواج، قولي اللي تبينا وخلصينا. بدي حقي الشرعي بورثة راضي مثلي مثلكم، أو بالأحرى مثلك يا ست أصايل. وهي صورة عن عقد الزواج موثقة من المحكمة ومن السفارة السعودية بدمشق، وعليها كل أختام الدولة. بلكي بتصدقي إنه أنا زوجته وماني مزورة. بدي حقي الكامل بدون أي نقص، وما رح أتنازل ولا عن ريال واحد. بتعرفوا ليش؟ لأنه كلياتكم تمتعتوا بحياتكم مع راضي إلا أنا ضليت زوجته بالسر. عن إذنكم. معقولة؟ معقولة عمي راضي يسوي كذا؟ جود. نعم يا خالتي. بس لا تطلع منك كلمة العساف، سمعتي؟ حاضر.
خير؟ شكلك متضايقة. والله باينتوا مو خير ابدا يا فارس. خلينا نروح على الاوتيل. تفضل. يعني شو بدهم يساووا؟ حقي بالمصنع ومثبت بأوراق رسمية، وحقي الباقي نسبة وتناسب بميراث راضي. كلام سليم وحلو جميل، ولكن يا جمانة يا حبيبتي، وإذا رفضوا يعطوك أي شيء؟ في محاكم شرعية بالبلد تاخدي حقي. يا جمانة يا أختي. اسمع فارس، لا تخليني أبدا حس إنك خايف. بعدين يا حبيبي إذا مانك قد هالموضوع اتركني أتصرف لحالي. أنا لا يمكن أتركك لوحدك يا جمانة، بس أرجوك لما بتاخدي حقك تحافظي على مشاعر الناس. بتعرف فارس، أنا حاسة من كلامك كأنه أصايل هي اللي أختك مو أنا. أقول الحبيبي لا تخاف، أنا رح كون كتير حكيمة بكلامي معك. كان ممكن تكوني أكتر حكمة من غير اللي عملتي. يا أخي أنا ما عملت شي زعل حدا. بعدين الست أصايل يلي راضي كان يقول قصايد شعر فيها ما قدرت تتحمل أنه جوزها يتجوز عليها، أنا شو ذنبي؟ كان بدك تبلغيها بأي شكل من الأشكال، وأظن أنه هي هي المهمة الأساسية اللي أنت إجيتي من شانها، وبيتهيألي أنه هي بتهمك أكثر من الميراث. يا أخي الزواج أهم ما فيه هو الإشهار، بس هي غلطتي أنا من البداية، كيف قبلت ما بعرف. لك أنا شو كان ناقصني لحتى ما يعلن زواجي؟ أنت كان بدك التشهير مو الإشهار يا شومانة، وهيك عملتي اللي بدك إياه، وإن شاء الله تكوني ارتحتي. أنا فعلا هلأ ارتحت. الدور الباقي عليك أنت، تروح تتفاهم مع الورثة ومع أبو الست أصايل. خلينا أخلص بقى، وإذا ما رضيوا يعطوني حقي ما بيبقى قدامي إلا المحاكم. هذا هو حق راضي عندك يا جمانة؟ اللي بعمره ما بخلي عليك بشي. بيعرف معاملات اللي اسمه حمزة هذا وين راحت؟ يا أستاذ عساف صدقني عمرنا ما شفناه. أجل وش جايبه عندنا؟ راكب طيارة ويصرف كل هالمصاريف ويلاحقني من مكان لمكان على وهم في راسه؟ معقولة؟ اسمع انت وياه، أنا بعطيكم فرصة، ولو الأوراق هذه ما طلعت بقلب الدنيا على رؤوسكم. أنا عارف انكم متآمرين مع ناس ثانيين، ولا ما كان اختفت الأوراق من بيت أخوي، واللي متأكد منه ان صفقة حمزة هذه صفقة كبيرة. العم راضي ما نقل أي ملفات ولا كلمة. صفقة حمزة صفقة مهمة، واللي متأكد منه انه أرسل الحوالات المالية اللي قال عليها، واللي متأكد منه أكثر انكم تبوا تلبسوني التهمة بحكم اني أنا أخو راضي. الرجال وش بيظن؟ بيظني أنا كلت حقه. انتوا كلكم متآمرين عليه. وليش نتامر عليك يا استاذ عساف؟ اكرر واقول لك لا سمعنا بحمزه ولا سمعنا بشركه الهادي،
احنا صحيح لنا معاملات مع تجار بالكويت، لكن مع اسم حمزه ما تعاملنا. انكروا مثل ما تبون، بس اللي انا عارفه زين ان الرجال له حق عندنا. ولا مشونه مشونه يلاحقني من مكان لمكان. اي انت وين رايح؟ انت عارف انك بتجي. ممكن اعرف وش تبي؟ تفضل سيدي. استاذ حمزه انت خبصت الشركه فوق الحد. عساف مصر نطلع مراسلاتك لشركتنا. وانت اكثر واحد تعرف، اكثر واحد تعرف انك مالك مراسلات للشركه، صح ولا لا؟ صحيح، كلامك صحيح. زين وش تبي؟ وش جابك علينا؟ اللي يابني لكم حقي. حقك؟ نعم، أنا صاحب حق يا زياد، وياي أخذه. من هو؟ من عساف. وبيك أنت سعد. زين، أنا وش علاقتي بالموضوع؟ بعدين تعرف. أنا آسف، أنا ما ساعد إنسان ما أعرفه. راح تعرفني مع مرور الوقت، وإن شاء الله توطد علاقتنا وتعرفني زين. أنت من قالك إني أصادق أي إنسان؟ جربني وراح تلاقيني عند حسن ظنك، وأنا عارف ومتأكد إنك أنت إنسان طيب جداً وتسعى لعمل الخير. يا أستاذ حمزة، لا تحسب إنه كلامك راح يخلينا نتعاون معك، أو مدحك لي راح يلغي تفكيري. إذا كان في شيء بينك وبين عساف روح خلصه، أنا ما أطعن الناس اللي بيني وبينهم علاقة طيبة. حتى عساف؟ حتى عساف، عن ذلك. راح نلتقي عندكم بالمكتب. الله يرحمك يا راضي. هلا عرفت ليش كنت تحب بناتك وبيتك وأصايل كل الحب. الله يرحمك. أنا ما أبغاك تزعلين لما أقول لك هالكلام يا جمالة، بس أنا فعلاً أحب بيتي وأحب بناتي. قصدك تقول إنك بتحب أصايل؟ أصايل أروع زوجة بهالدنيا، ومو معناته إني أنا تزوجتك إني ما أحبها. أصايل مكانها بالقلب ما يتغير، وهي اللي فرضت عليه حبها واحترامها. لا يا راضي، يعني أرجوك تقدر مشاعري، أنا كمان بغار. وأنت كمان أحبك يا جمالة، ما على القلب سلطان.
غريبة. البيت القديم. هلا. معقولة؟ شو اللي وده هناك؟ يا اخوي اخلص انت، لا تقعد تهذر واجد، ورانا شغل. طيب طيب، مع السلامة. من اللي كان يكلمك؟ زياد. طيب وليش ما قلت له يجي؟ ورانا شغل. حمزة. ما شاء الله شغلكم كله دقه ومهاره. هذا اللي تعلمناه من العم راضي الله يرحمه. كنتوا تعتمدون عليه في كل شيء، ما لنا غيره بعد رب العالمين. سبحانه، واضح كنتوا تحبونه. ما كان صاحب عمل بالنسبه لنا، كان ابو واخو صديق، كان كل شيء بالنسبه لنا. من هو مسؤول عنكم الحين هني؟ وعد بنت الاستاذ راضي مسؤول عن القسم النسائي، وعساف أخو الأستاذ راضي مسؤول عن كل شيء هنا، وهذا الشيء يخوفنا بصراحة. ليش؟ لأنه حاول أكثر من مرة يبيع البيت، وهذا الشيء الأستاذ حمزة، اسمي حمزة. معذر أستاذ حمزة، كلامك معاي نساني أعرف اسمك زين. هو أنت كنت تعرف الأستاذ راضي الله يرحمه؟ صاحب هالمكان معرفة عادية، أعمال تجارية. ممكن أعرف الغرض من زيارتك لنا؟ أنا هي أشوف المؤسسة الخيرية للأيتام اللي أسسها راضي. رضي الخير، شلونك؟ هذا حسن ما يعرف يتكلم، ما يعرف يتكلم. إيش في؟ يقولك ما هو بزين من يوم مات العم راضي الله يرحمه. اسمح لي أقعد معه شوي. تفضل. الله يحنن قلوب أهل الخير على هالمؤسسة. ما شاء الله تبارك الله، قاعد تدور على كيفك في حلالنا واملاكنا يا استاذ حمزه. ممكن افهم وش اللي جابك هنا وش اللي تبيه منه بالضبط؟ شلونكم يا شباب؟ لا تسوي نفسك مهذب وجنتلمان وركز معاي. وش جاي تدور هنا، صفقتك ولا جاي تشتري البيت؟ يمكن يا حبيبي اذا تبغى تشتري البيت تجي تكلمني انا، وبعدين يا ريت تدخل بيوت من ابوابها وتكون واضح وصريح وتقولنا سبب هالزيارة الكريمة اللي جيت فيها، بدل ما انت قاعد تلف وتدور. انا ما جاي ازورك يا عساف، انا جاي اخذ حقي. انا اذنك عبد الكريم، لا عمرك تتصرف على كيفك. اي شيء يصير هنا تكلمني وتعلمني فيه زي ما كنت تسوي مع راضي، مفهوم؟ فهم. يلا راح شوف شغلك. البيت ذا ما عاد له لزوم بتبيع. اقول لك يا اسامه تسوي اعلان في الجريده عن بيع البيت بكامل مواصفاته. طيب والايتام؟ انا ماني بمؤسسه حكوميه خيريه، حولوا ملفاتهم على اي جمعيه خيريه وفكونا من وجع الراس. اي لكن يا استاذ عساف. اسمع يا زياد، انا ما راح احاسبك الان ليش ما اتصلت فيني وبلغتني، يعني لولا مكالمتك لأسامة كان أنا ما دريت. وأنا ما أدري وش اللي بينكم اثنينكم، قاعدين تطبخون طبخة مع بعض، ويمكن يمكن لك علاقة في حمزة، ولا تقدر تقول لي وش دراك إنه جاي هنا. واللي أعرفه أكثر إنك داري وين بقي الأوراق، فيا ريت يا ريت يا زياد المصلحة الجميع تطلع المعلومات اللي عندك. إلا صحيح يا زياد، انت شلون عرفت ان حمزة جاي البيت؟
هذه سالفة طويلة أقولها لك بعدين، عندي موعد مهم على ابنك. أنت الحين وش اللي بشغل فكرك يا زياد؟ إن شاء الله كل الأمور رايح تصير في صالحك، وهذا عمك أبو عبد العزيز رايح يكلم خالتك الصاي ويكلم عساف وننهي موضوعك أنت وعد. مو بهذا الموضوع المشغل فكري، في موضوع أخطر من كذا بكثير. موضوع خطير؟ خير يا زياد؟ أنا مليت، ما حتى أتحمل عساف ولا كلامه ولا تصرفاته. هذا زوجك ولازم تتحملين، يعني وين بتروحين؟ يا خالتي أنا متحملة عشانك أنت بس، لكن إلى متى؟ حتى الكلمة الحلوة صارت بالحسرة عليه، أظنها شيء ما يرضي حد. ممكن أقول لك شيء يا نجود ولا تزعلي مني؟ أنا ما أزعل منك يا صايل، أنت أختي. يعني يا نجود بصراحة ما أدري شو أقول لك، بس ممكن يعني موضوع الأولاد. قوليها قوليها يا أصايل، قولي إن ما جب عيال، هالشي مو في يدي، هالشي من الله، هو اللي يعطي وهو اللي يحرم وهو اللي يأخذ. ما ظل شي ما سويته، ما بقى مستشفى ما رحته، ما بقى دكتور وما زرته. وبعدين أنا مو مغصوبة عليه ولا أرضى إن الموضوع هذا يخليني ضعيفة قدامه لحد الاحتقار. يا أصايل طبايع عساف ما لها علاقة بهالموضوع، أنا يا خالتي اللي مأذيني عدم اهتمامه فيني، كله بس يعايرني ولا مرة قال لي خلينا نشوف حل حق المشكلة اللي احنا فيها. عساف يا خالتي كلمني كني أشتغل عنده ما كني زوجته، وهذا غير طلعاتي اللي ما لها أول ولا تالي. هالأيام كلها وهو قاعد حواليك وحوالينا ما له شغلة ثانية غيرنا. انت عارفة ليش عساف حواليكم هالأيام؟ حساف مصلحته فوق كل الناس. واللي يرحم والديك فكينا من هالسالفة، ترى راسي عورني. نجود حبيبتي انت تحملت كثير ولازم تكملين مشوارك، وبعدين وين تروحين؟ عساف ما هو زوجك بس، لا تنسين انه ولد خالتك وما لي حد غيره، يعني عقب هالعمر كله وين بروح؟ وشلونك الحين يا بنتي؟ الحمد لله يا خالتي، بس أحس إن الجرح ينزف مندمل، ما أدري شلون أعالجه من بعد راضي أو عاتب مين، ماني عارفة يا خالتي. أصايل لا تخليني أحس إني سخيفة وأنا قاعدة أتكلم عن مشاكلي مع عساف، أنا حبيت إنك تنسين الموضوع بس. أنسى الموضوع، وهذا موضوعي النفسي، أنا أنسى روحي ولا أنسى راضي. حاولي يا بنتي حاولي تنسين الموضوع علشانك وعلشان بناتك، وأنا خبرت نجود لا تجيب طار العساف أبدا. وأنا أقدر أقول شيء اللي يبيها إشارة من الله حق التشمت. وبعد أبوي ما بيدري بالموضوع، أول وتالي ما رده بعرف اللي فيه مكفية. خالتي أنا ابنك، أنا بطلع شوي فوق ارتاح. تماما طلّة. رجال غريب بكل شيء، هدوء، اتزانة، ابتسامته، تعطيك إحساس بأن في وراء موضوع خطير. أنت متأكد إنه ما راسلكم ولا طلب منكم بضاعة ولا راضي قال لك إنه في اتصال بينه وبين حمزة؟ ولا عمره نطق اسمه. فعلا غريبة. أقول يا أبو عبد العزيز لا يصير هذا من جيرانك القدامى ولا من جيران بيت راضي الله يرحمه. جاني هالخاطر لكن هالاسم ما مر علي أبدا. لو كان مثل ما تقولون ليش يقدم نفسه بالطريقة هذه؟ ليش الغموض؟ وش الحق لله عند عساف؟ ليش ما يتكلم مباشرة؟ ليه اللف والدوران؟ صدقت يا زياد، أخاف محتال أو نصاب. لا يا أبو عبد العزيز الله يهديك، شكله هذا يوحي بأنه إنسان محترم
وساكن في مكان الكل يعرفه، ولو كان نصاب ما اعتقد راح يعلن عن نفسه بالطريقة هذه. عمي ابو عبد العزيز، ممكن حمزة يكون صادق بكلامه. شلون؟ الاوراق والمستندات اللي جابتها لي خالتي اصايل اللي كانوا بالخزنة. وش فيهم؟ ممكن موضوع حمزة يكون ضمن هالاوراق. ولان الاوراق هذه مهمة يا ابو عبد العزيز، راضي الله يرحمه حطها داخل الخزنة، وانتم شلتوا الخزنة للبيت والاوراق بداخلها. وانت صادق؟ وهالحين والمطلوب مني؟ برجع الاوراق والمستندات لخالتي اصايل، خلها تدور فيها يمكن نلقى حل لهالموضوع. عين الصواب يا زياد. ها ابو عبد العزيز وش رايك؟ اشوف اصايل واقول لكم. الو، هلا عامر. يلا يلا حبيبي جهز نفسك، بمرك الحين. ها يا اخوي مخنوق شوي، ودي اطلع اغير جو واشم هواء. سمعت صوتي لاني مشغول يا اخوي، طول الفتره اللي فاتت مشغول وراسي مدوش فيه مليون الف شغله. المهم جهز نفسك الحين امرك. ها يلا يلا. ما أقدر يبا، ما أقدر أخالف وصية راضي، وهو وصاني إني ما أفتح الملفات اللي عندي إلا بعد ما يفوت 6 شهور. لو أبي أفتح الملفات يا يبا اللي عندي كان فتحتها لما جتني الضيفة السورية. الضيفة السورية؟ إيه والله سهيت يا يبا، ما قلت لك جتني ضيفة سورية تعزيني وتقول إنها شريكة راضي في مصنع سوريا. وعساف يعرف عن السالفة؟ للحين ما يعرف، ولا كان الحين جاي يزحف على رجوله ويمكن تقول لنجود. يعني السالفة صارت خبصة. مثل ما انت شايف يا يبا، ماني قادرة اتفاهم مع اساف. اجل سمعي يا صايل، ما فيها شيء يا بنيتي
إذا فتحت الملفات وعرفتي ايش اللي لكم وايش اللي عليكم. هذه مرة غريبة يدكم، وهم في ريال قريب راح للشركة يقول إنه صاحب حق على راضي، دوروا في الملفات وفي الأوراق ما لقوا له أي اسم. تحبين سمعة راضي التشوه بعد وفاته اللي كان طول عمره سمعته مثل الشمعة البيضة؟ وصية الميت أمانة، وهذه وصيته ما أقدر أخالفها. على كيفك يا بنيتي، أنا علمتك وريحت ضميري. المهم الحين خلينا بموضوع زياد ووعد، وش رايك يا أبوك؟ يا ليت نخلص من هالموضوع، لكن يا يبا لازم نكلم عساف مهما كان هذا عمه. أكيد يا بنيتي، أنا لازم أشوفه وأتفاهم معه. اللي فيه الخير يجيبه رب العالمين. أنا ما أدري من وين طلع لي هالغريب، وأنت ليش خايف منها يا عساف؟ أخاف يكون له صفقة صدق عندنا ومسلم فلوسها وبعدين يحطونها في رأسي، بحكم إني أنا اللي قاعد أدير شغل راضي الله يرحمه بعد وفاته. هم بيتهموني فيها، لكن أخاف فعلا يحطونها في رأسي لأنه يقولون مسلم حواله الراضي. بس ما أدري وين راحت، ما أدري وين راحت يا عامر. طيب ليش ما تسأل مرت أخوك؟ يا أخوي ما هي متعاونة معاي، عية تتعاون معاي. هذه الآدمية تكرهني، متوقع أني أنا السبب في وفاة راضي الله يرحمه. الله يهدينا وياك بعد أنت يا عساف، يعني حرمة تعجز ما تقدر عليها. قوية يا عامر، قوية، وكل الموظفين في الشركة ينقلون لها الصغيرة قبل الكبيرة، خصوصا هذا اللي اسمه زياد وأسامة. طيب هالموظفين القدام اللي في الشركة واللي مقربين لراضي، ليش ما تفصلهم وتجيب موظفين جدد بدالهم؟ وانت من جدك اني بحتفظ بالمصانع والشركة؟ انا وش لي وش للغزل والنسيج ومرجع الايتام الله يرحم والديك. اسكت. اقول البيت القديم ما عاد لك علاقة فيه نهائيا بعد اللعبة اللي سويناها انا وانت، وبعد ما تنازلت به البنات اخوك راضي. ما لحق يا صديقي، والان انا اعتبر وريث في البيت القديم اللي اذا انباع بيجيني منه ملايين. تدري انك ثعلب؟ طيب هذه وخلصنا منها، والباقي اذا تبيع الشركه وكل ممتلكات اخوك وتقسم الورث عليك وعلى بناته وزوجته وامك بيطلع لك حقك الشرعي، واظن انها ما يسوى شيء مقارنه بورثه اخوك راضي. ايه بس راضي مديون. مديون؟ راضي اللي فلوسه تملى الديره مديون؟ ايه مديون، مديون لي، وعندي مستندات وأوراق تثبت هذا. لكنت؟ إيه أنا. ليه ما تظن أني أقدر؟ بتقدر، أكيد بتقدر، لكن زوجة أخوك بتسكت؟ أقول لك أوراق رسمية ومستندات موقعة بتوقيع راضي وبختمه بعد، بس تنفيذ لازم يكون بدقة عشان ما تنكشف اللعبة. بس إذا دققوا ممكن تنكشف. ما راح انكشف، هنا مخ مو بتبن، بس ابي اشوف الطريقة مع موعد. انا عندي لك فكرة. قول. بنات اخوك محتاجين لك وانت ما عندك عيال، وش رايك تعرض الزواج على مرت اخوك؟ مو بعيب ولا حرام، بالعكس كل الناس بتوافق لك، وبكذا ثروة راضي كلها بعياله بزوجته بتصير في يديك. وإذا الله وفقكم بعد وجالك ولد منها بتكوش على الأولي والتالي. صحيح هي أكبر منك، لكن مو بعيب، ابلعها واشرب وراها موية. هي فعلا فكرة، بس يبي لها وقت. ولا وقت ولا شيء، أطرق الحديد وهو حامي. ما شاء الله عليك يا عامر، فعلاً تعرف تفكر. من عاشر القوم، وبعدين هنيا مخ مو تبن. شرايك؟ مدام أنت قلت هذه الفكرة الرائعة،
ابى اخذك اعزمك على عصير يحب قلبك بارد كذا يحب قلبك ايش رايك؟ لو سمحت اعطيني عصير برتقال لو سمحت جيب لي شم القشير ممكن نفس طلب الاخر سمحت الو هلا هلا ابو عبد العزيز لا لا الوقت مو متاخر ولا شيء انا توني راجع البيت طيب كويس انا بعد ابيك في موضوع مهم زين اجل نتقابل بكره ان شاء الله مع السلامه كل هذا نوم قومي قومي عارف انك صاحي قومي علمينا وش صار معك ايش فيك يا عساف اخبار عن بيت اخوك راضي ما في شيء جديد يعني كل هالقعده والسوالف ولا قدرتي تعرفين شيء ما قدرت زين نامي نامي نامت عليك ماني بقايل على فكره عساف فعلاً في موضوع مهم حصل اليوم في بيت أخوك راضي إيه كذا كذا طلعي الأخبار المهمة يمكن اللي بقوله مو بمهم بس في ضيفة جت عليهم من سوريا هذا الخبر المهم لحظة الحين يجيك العلم هذه الضيفة تقول إنها شريكة راضي في مصنع سوريا شو؟ شو تقولين؟ حرمة شريكة راضي؟ ما خلصنا من حمزة هالحين طلع لنا وجه جديد وين هفيد الضيفة بيتهم في سوريا وإذا قصدك هني قاعدة في فندق مع أخوها وفي أي فندق عاد هذا الشيء أنا ما أدري عنه تصبح على خير قلبي القريب عشرة العمر تمادى في خطا مو غريب يضمد جراحك غريب الوفي غير الوفا شنهو بس وين اللي يقدر
لا تصدق لا تصدق لا تصدق لا تصدق من رفع صوته وقال السعادة ما تجي من غير مال لا تصدق من رفع صوته وقال السعادة ما تجي من غير مال المهم تمشي على درب العدل كل من لا حق في الدنيا خذها